ماما بتعمل كده؟ ليه عزلت جدني في حجرة لوحده؟ قالوا لأن يعني عشان ما تتقرفوش من اللعاب اللي بينزل منه وبيأكل. فيوم ربك سبحانه وتعالى يشاء ربك جل وعلا أن يمتق طفلا من أطفاله، يوم الطفل يقول له ليه كده يا بابا تعمل مع جده ليه كده؟ قال عشان ما تتقرفوش. قال له طب لما تكبر احنا برضه هنحطك في الأوضة دي لوحدك زي ما عملت مع جده. يا الله يا الله، والله العظيم النبي قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هنا في الدنيا يا أخي أيها البر الحبيب، أنت ترى طفلك الذي لم يبلغ الثانية من عمره لا يأكل شيئا إلا إن أطعمك، إلا إن وضع الطعام في فمك. لثمرة هذه ثمرة البر، هذه ثمرة برك بوالديك. طفلك الذي لا يعقل ولا يعرف شيئا يطعمك قبل أن يأكل. وكأن الله جل وعلا يريد أن يطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة، بل وستراها في حياتك كلها، في انشراح صدرك واستقرار بالك وقوة بدنك وسعادتك مع زوجتك وسعادتك مع أولادك وسعادتك مع عمالك وموظفيك. ستعيش سعيدا بالبر، والله العظيم ستعيش سعيدا بالبر في الدنيا والآخرة. الأب الثاني اللي عمل ابن عمال يجر أباه بيشد من إليه وبيجر برا البيت لحد الباب، وخرج فتح الباب وبيجرجره على السلم. فالأبو بيقول له لا 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 خلاص يا ابني لحد الباب، يا ابني سيبني يا ابني لحد الباب. وبكى وقال له والله يا ابني من أكتر من 30 سنة أنا ما جريت أبويا عشان أطرده من بيتي إلا لحد الباب بس، إلا لحد الباب بس. آه يا الله يا الله، أنا بعيني في ميدان لقيت هي صوت ناس ورجل كبير جالس يبكي. وقفت ربما يكون محتاج شيء فبسأل إيه خير يا أخوان؟ قال والله الولد ده، وأشار على شاب جالس، الولد ده ضرب أبوه بالألم، صفع أباه على وجهه بالألم. أعوذ بالله أعوذ بالله. وإذ بأحدهم يقول لي يا شيخ سبحان الله، الرجل جالس يبكي لما جينا نضرب الولد قال لا 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 سيبوه تضربوهوش. ليه يا عم الحاج؟ قال ده ابني. طيب ابن عاقل لابد أن يؤدب. قال لا 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 لا، ده دين أنا بسدده والله في نفس المكان ده. يقول هو والله في نفس المكان ده ضرب والده بالألم على وجهه في نفس المكان. دين يا حبيبي لابد أن تقضيه، والله ستقضي هذا الدين حتما. خلي بالك العقوق، البغي والعقوق يعجلهما الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. دعوة الأم خلي بالك منها، ما تقولش الشيخ يعني درويشي وكلام يا عم الشيخ ده احنا في عصر. خلي بالك من دعوة الأم. الله وانت خارج الصبح تقبل إيديها وبتدعو الله لك، يا سلام يا سلام. وآه لو انصرفت وهي باكية تدعو الله عليك، تقول ليش بقى ده راجل متقي ملتزم وبنفق وببني. خلي بالك من دعوة الأم، بقولها لك من كل قلبي. خليها تدعي لك، خليها تقول يا رب أنا راضي عن فلان ارضى عنه. يا سلام. انت عارفين جريش؟ لا ما نعرف مين جريش ده. ده جريش عابد من عباد بني إسرائيل، واللي بيحكي لنا قصته نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم. هاتلنا الحديث بقى كده من الأول. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. عيسى بن مريم، وهنرجع إن شاء الله لسيدنا عيسى لنقف معه وقفات في العلامات الكبرى بإذن الله تعالى. عيسى بن مريم. طيب التاني مين؟ قال وطفل جريج. لا لا دي مش عارفينها بقى، ايه طفل جريج دي؟ خلي بال حضرتك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا. عابدا ما كانش فاسقة، لم يكن فاسقة ولم يكن عاصية ولم يكن مذنبة، لا عابدة. اتخذ صومعة. صومعة يعني ايه؟
مكانا بعيدا عن أعين الناس على قمة جبل أو في مكان مرتفع، وتفرغ العبادة، تفرغ للطاعة. يا الله، يعني ليل ونهار في طاعة، صلاة وصيام وقيام وتسبيح، راجل متفرغ للعبادة، اسمه راهب، عابد، زاهد. فين فوق؟ جاءت أمه، أم جريج، خلي بالك يا جريج، يا جريج أم عزاه، والرجل واقف يصلي، لا إله إلا الله، يصلي واقف يصلي. فقال في نفسه: أي ربي، أمي وصلاتي، يعني أواصل الصلاة ولا أرد على أمي؟ أي ربي، أمي وصلاتي. فواصل الصلاة عبادة ولم يجب أمه. يا الله، انصرفت. اليوم الثاني، فلما كان من الغد أتته: يا جريج، يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. الله، ده بيصلي تاني، كل أوقاتي تقريبا عبادة. أي ربي، أمي وصلاتي، أرد على أمي ولا أواصل الصلاة؟ فواصل الصلاة ولم يجب أمه، فانصرفت. فلما كان في اليوم الثالث، جاءت أمه، أتته أمه: يا جريج، يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. لازال في صلاة أيضا، فواصل الصلاة ولم يجب أمه. فغضبت الأم، غضبت الأم: طب يا تغضب ليه عم الشيخ؟ ده راجل بيصلي، هو الشرع انه يصلي، الاصل انه يواصل الصلاة ولا يجيب امه؟ خلي بالك من الجواب، يجيب امه وهو بيصلي. ايوه، ما لم يكن في الفريضة، ما لم يكن في صلاة الفريضة، ان كان في صلاة الفريضة يواصل الصلاة، اما ان كان في نافلة وسمع أمه تنادي عليه وهو يصلي النافلة سنة يعني، ويرى أن أمه في حاجة ملحة إليه، فليقطع الصلاة وليجب أمه. لا، مش ممكن، مش ممكن بتبقى مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى. هذه مكانة الأم ومكانة المرأة المسلمة في دين محمد بن عبد الله. حتى لو قال بأن الإسلام ظلم المرأة، لا، ده أنا هعيش بعد كده مع المرأة، كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا، ده كرمها تكريما ما كرمت إياه في أي تشريع على وجه الأرض، لا في الشرق ولا في الغرب، ولا في الغرب. يقطع الصلاة وهو بين يدي الله جل وعلا في صلاة النافلة ليجيب أمه؟ نعم، نعم. أما إن كانت الأم تستوعب ولم تغضب، إن أكملت صلاتك صلاة خفيفة ثم أجبتها فأكمل، أما إن كنت ترى أنها في حاجة ملحة وستغضب فاقطع صلاة النافلة وأجب أمك. انصرفت الأم وهي غضبانة، وسبحان الله، انفعلت انفعالة غريبة كده، وقالت، دعت على جريج، على الرجل الزاهد العابد التقي النقي. خلي بالك، ما سبهاش ولا ضربها والعياذ بالله، ولم ينهرها، لا، ده راجل في عبادة في طاعة، فقط ما قدرش يجاوبها لحد في صلاة. فالأمة قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يا ربي، دعوة غريبة جدا، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، والمومسات يعني الزواني أو الزانيات، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، دعوة استجيبت. يا الله، استجيبت في حق هذا الرجل الزاهد العبد. أيوة أيوة، الحديث في البخاري ومسلم، استجيبت دعوة أم جريج. مش بقول لك خلي بالك من دعوة الأم، ده تصور لو أنت عاق، إنما ده رجل عابد زاهد ومع ذلك استجيبت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فجلس بنو إسرائيل فتذاكروا يوما جريج، تذاكروا جريجا وعبادته. فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها، قالت لهم بأنها إن أرادوا منها أن تفتنه لتفتننه، فطلبوا منها ذلك، فذهبت إليه، إلى جريج، وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها. يا الله، تعفف عن الزنا مع امرأة جميلة حسناء فلم يلتفت إليها، لكنها مكلفة بمهمة، فذهبت إلى راع فأمكنته من نفسها، فوقع الراعي عليها فحملت، فلما ولدت
حملت ولدها وذهبت به إلى بني إسرائيل وقالت هذا ولد جريج من الزنا، فذهبوا إليه وحطموا صومعته وضربوه وأنزلوه. قال ما شأنكم؟ تعملوا ليه كده؟ إيه اللي أنا عملته؟ قالوا هذا ولدك من الزنا. قال دعوني أصلي. تاني يصلي الله جل وعلا، فصلى ما شاء الله له أن يصلي. ثم قال أين الغلام أو أين الصبي؟ قالوا ها هو الصبي. فضرب في بطنه، طعن في بطنه، وقال له جريج وهو لازال في لفائفه، قال له جريج يا غلام، وقال قال له من أبوك؟ الله، ده طفل في المهد لسه مولود تخاطبه. شوف اليقين عند الرجل وصل إلى هذا الحد، ومع ذلك تستجاب فيه دعوة أمه. يطعن الصبية في بطن ويقول من أبوك؟ فينطق الله هذا المولود في لفائفه، ينطقه ويقول فلان الراعي. الله، فلان الراعي ابتلي بدعوة أمه ونجاه الله تبارك وتعالى بعبادته ويقينه وصلاته لله عز وجل. فأقبلوا عليه يتمسحون به ويقبلون ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، بل ابنها من الطين كما كانت. الشاهد أن دعوة أم جريج استجيبت. طب شوف الصورة الثانية المشرقة الجميلة في حديث آخر في صحيح مسلم. يا الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر العملاق، عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه، عمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلب، عمر قل عمر إلى ما شاء الله، عمر رضوان الله عليه، هذا حبه في القلب. وقطع لسان يسيء لعمر رضي الله عنه ويسيء للصديق رضي الله عنه ولأصحاب رسول الله رضي الله عنه. عمر رضوان الله عليه كان يبحث في أمداد أهل اليمن، وأمداد جمع مدد، وهم الأنصار والأعوان من أهل اليمن. كل ما يقبل على المدينة ناس من أهل اليمن يخرج عمر بن الخطاب بنفسه ويسأل عن رجل مين؟ عمر الفاروق أمير المؤمنين يسأل عن رجل من التابعين من أمداد أهل اليمن، من ده؟ يوم عمر يلوم أفيكم أويس بن عامر؟ أويس بن عامر، ما تنساش الاسم ده، أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أقبل على أويس، لقيه عمر فقال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. خلي بالك والله من الحوار ده، يقول عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. يقول عمر من مراد ثم من قرن، قبيلتان في اليمن، من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. يقول عمر كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. الله، مش ممكن، ده كلام خطير جدا. ده البرص ده مرض داخلي، يعني مستور فوق، الرجل يرتدي فوقه الثياب وبعدين يحدد المرض برأ إلا موضع درهم، يعني عبارة عن دايرة هي اللي لسه لازالت باقية في جسده. ده كلام خطير جدا والله. كان بك برص فبرأت إلا موضع درهم؟ قال نعم. يقول عمر لك والدة؟ قال نعم. قال عمر إني سمعت رسول الله، يا الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر. يا الله، ده النبي ما شافوش، لم يره رسول الله، ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. الرسول لم يرى أويس بن عامر، لا، وبيوصف، مش بيوصف أويس بن عامر، ده بيوصف المرض اللي كان في جسد أويس ولا زال أثره باقيا بمقدار الدرهم في جسده. إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يا الله، اللهم لا تحرمنا البر يا أرحم الراحمين. يا الله، مش ممكن. شايف البر؟ شايف ثمرة البر؟ يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم،
له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، يعني لو سأل الله جل وعلا شيئا لأعطاه. طب وبعدين يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر، عمر يطلب من تابعي وهو الصحابي الجليل الكبير الكريم الذي دعا الله رسولنا أن يعز به الإسلام، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. عمر، عمر النبي بيقول له لو قدرت أن أويس بن عمرو هذا يستغفر الله لك خليه يستغفر لك، خليه يستغفر الله لك. أنت حضرتك عايش المعنى ده؟ أنت عايش المعنى ده يا أختاه؟ عمر الفاروق يسأل أويس بن عامر يقول له استغفر لي، فقال عمر استغفر لي، فقال أويس بن عامر غفر الله لك. يا الله، البر يعلي أويس إلى هذه الدرجة؟ بما كانت أويس بن عامر بالبر، ببره بأمه، بأمه. سبحان الله، في العام المقبل جاء رجل من أشراف أهل اليمن فأقبل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عمر عن أويس، سأله عمر عن أويس، لأن عمر لما رضوان الله لما قال له ذلك قال أين تريد؟ قال أريد الكوفة، أنا رايح إلى الكوفة. فقال عمر أكتب إلى والي الكوفة؟ قال لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، أو أكون في غبراء الناس أحب إلي. رجل مش عاوز منظرة ولا عاوز يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. من الأولياء الأتقياء. فأقبل رجل من أشراف أهل اليمن على عمر فقال له عمر كيف تركت أويس بن عامر؟ مش نسيه. قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله، عمر بيقول رضوان الله عليه لهذا الرجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعاد الرجل إلى اليمن يبحث عن أويس بن عامر، فلما لقي وقال استغفر لي، فقال أويس بن عامر أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، أنت لسه راجع من الحج أو من النسك استغفر لي. فقال له رجل استغفر لي، فقال أويس بن عامر ألقيت عمر رضي الله عنه؟ هو عمر قال لك الموضوع؟ ألقيت عمر؟ قال نعم، فاستغفر له. فلما فطن الناس له هام، خرج، ترك، لا يريد أن يشار إليه بالبنان. انظر إلى فضل البر. الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، يقول الحبيب دخلت الجنة، دخلت الجنة، والنبي عليه الصلاة رأى الجنة وهو في الدنيا، ودخلها ليلة الإسراء والمعراج، ورآها وهو واقف يصلي صلاة الكسوف، رآها، بل ومد الحبيب يده ليقطف شيئا من ثمارها لولا أن الله لم يقدر ذلك في الحياة الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت الجنة فسمعت قراءة، الله سمع قراءة قرآن في الجنة، في الجنة. فقلت من هذا؟ يعني من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ فقيل لي حارثة بن النعمان، حارثة ابن النعمان يقول الحبيب. فقلت كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. يا سلام، وكان أبر الناس بأمه. البر يا شباب، البر يا أولادي ويا أحبابي ويا إخواني ويا أخواتي، الآن لو تقدر تقبل رجل أبيك يلا قبل رجل أبيك، والله العظيم طريق إلى الجنة. لو تقدر تقبل رجل أمك الآن قبل رجل أمك، والله طريق إلى الجنة. يا إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. أنا شخصيا أدين الله عز وجل بأنني لا أجد عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بري بأمي. كل الأعمال أسأل الله أن يتقبلها وأن يرزقنا الإخلاص، محدش عارف مغبرة، نسأل الله الستر والسلام، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا. برك بأمك مستور، تروح تقبل يدها، تقبل رأسها، تضم أمك إلى صدرك، تطعمها، تنفق عليها، تكرمها، تسعدها بكلمة بعطاء، مش تطعم أهلك وأولادك وتخفي عن أمك. لا، ده عقوق أسود، عقوق خطير، تخفي من أمك أطيب ما ترزق به من الطعام والفاكهة والثياب،
بر ده بر، هذا عقوق بشع بشع، ستحرم بسببه من خيري الدنيا والآخرة. أؤكد من خيري الدنيا والآخرة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسامحوني أنا منفعل لأن الموضوع فعلا جارح، يدمي القلب يدمي القلب، وطولت النفس لأن فعلا إحنا محتاجين هذا الموضوع الآن. نعم، كثير من البيوت تبكي، كثير من الآباء يبكون، كثير من الأمهات يعني يبكين بالليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا سلام، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. نعم، بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد في سبيل الله. فقال له مصطفى: أحي والداك؟ فقال الرجل: نعم كلاهما. فقال له الحبيب: ارجع ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي لفظ مسلم قال الرجل: يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال له المصطفى: أحي والداك؟ وفي لفظ: أمن والداك أحد حي؟ قال: كلاهما. قال له المصطفى: تبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي لفظ قال الرجل: تركتهما يبكيان. فقال له المصطفى: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يا سلام، بر الوالدين، بر. وفيه لطيفة نبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظرنا إليها يقع فيها كثير من الناس إلا ما رحم ربي جل وعلا. قال الحبيب: كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من الكبائر، من الكبائر شتم الرجل والديه. طيب، دي معروفة كبيرة من الكبائر، إنك تشتم والدك، إنك تشتم أمك، إنك تشتمي والدك أو تشتمي أمك، كبيرة كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. فبقول: من الكبائر شتم الرجل والديه. الصحابة استغربوا استنكروا، قالوا: يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ وفي لفظ: أيسب الرجل والديه؟ فقال النبي: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أنت حضرتك خدت بالك من المعنى؟ يعني رجل تسبه أنت، تسبه بأمه فيسب أمك، أنت وقعت في كبيرة العقوق في حق أمك أنت. تسب أبا رجل آخر فيسب أباك، تبقى أنت ارتكبت كبيرة العقوق في حق والدك. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. دي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طيب، ممكن أخ الآن وأخت من الفضلاء والفضليات ممكن يبكي وتأثر، وسامحك الله لقد نكأت الجراح يا شيخ محمد وذكرتنا، ومنا من توفي والده، ومنا من توفيت والدته، ماذا أصنع الآن؟ في فرصة أقدر أعمل حاجة قبل ما أموت، مع إن الوالدين قد رحلا إلى الله سبحانه وتعالى؟ والجواب نعم، الجواب نعم. لا تيأس، الله يبشرك بالخير، في أمل. أيوة، الأمل في الله لا ينقطع، وباب الرجاء لا يغلق. حتى ولو كنت عاقا في حياة الوالدين جدد وغير العقوق إلى بر. أين الوالدان؟ مات الوالدان، لا زال الباب البر مفتوحا، لا زال باب البر مفتوحا، ولا زال طريق البر مفتوحا وممهدا لك. المهم أن تشرع أنت واخطو، يلا بسرعة اخطو على الطريق، على طريق البر. نعم، كيف؟ اسمع إلى السؤال المباشر ده من رسول الله، الجواب المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن حبان، والترمذي وغيرهم. ومن باب الأمانة العلمية في سنده علي ابن عبيد الساعدي
لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات، بقية رجال الإسناد ثقات من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ الله، سؤال مباشر، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. خلي بالك وعد معايا. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. الله، تبتاني كده بالراحة. أول شيء الصلاة عليهما، يعني أصلي عليهم الجنازة؟ يعني لا، هتصلي إن شاء الله عز وجل بعد عمر مبارك بالعمل الصالح بإذن الله تعالى. نعم، لكن مش المراد بالصلاة هنا الصلاة، إنما المراد الدعاء. الصلاة عليهما يعني الدعاء للوالدين. جبت الكلام ده منين؟ ما الرسول بيقول الصلاة. لا، هذا من قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتصدق أحد من الصحابة يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، استغفر لوالديك كما ربياك صغيرة، والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، يعني إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان ما دامت الوصية شرعية ليست محرمة، وإنفاذ عهدهما أي تطبيق وتنفيذ وصيتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. كان ابن عمر يقول كما في صحيح مسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل أبيه أو ود أبيه أو ود أهل أبيه. كل هذا ثابت. فيا أيها الأفاضل، العقوق كبيرة من الكبائر وعلامة من علامات الساعة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها، أن يعامل الوالد والديه معاملة السيد للعبيد، وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدينا جميعا وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة. اللهم من كان من والدينا بين يديك فتغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك، ومن كان منهما حيا فأحيه على طاعتك وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، ومن علامات الساعة ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.